فاميليا، احنا وصلنا اخوتي وغنستريكم معاهم شويه. المدينه اللي كنت باغي نجي ليها وراني فيها دابا تحطيت مدينه قديمه على بالكم تبارك الله. انا هذيك مدينه قديمه، هاد البلاصه هذه قريبه لهامبورغ، راكم ما تعرفوا هامبورغ. هامبورغ راه غنيه على التعريف، هذه شغل مدينه قديمه ديالهم. وهنا الديور في الشمال باش زوينه تبان لكم كلشي احمر، هيك باش نقولوا البني بني تقليدي ديال المدينه هذه الشيء. عنديكم سلام ديال القاش وين غادي الاوصلان بهورده. اوصلان بهورده هي مصلحه الاجانب، ربوا ولاد دوك اللعيبه الفوق تاعي مزيان الشيء. مدينة قديمة هنايا، وهاد البلاصة خوتي هادي قول صيفطوني ليها ملي كنت جيت درت اللجوء كانوا صيفطوني ليها. انا واحد الدار هنايا قريبه، مي دابا مابقيتش ساكن في ديك الدار، واحد الواد هنايا عاوتاني مورايا. قرب لكم انا باش تشوفوا مزيان. لا لا تبارك الله، والله المناظر زوين، ربي عطيهم اخويا الله يزيدهم. قطعوا الشجر اخويا، الشجر اخويا كاين واحد الواد ساري اخوتي كلشي ديال الله. عاشي سكنة تماك، تخرجي السنارة من داك الشرج ملي كيلهيه، فطور بالحوت، الغدا بالحوت. وهاد المدينة هادي راه فيها الحوت بزاف على بالكم، شبعانة حيتان. انا ضروري تلقى مغاربه ولا شي، ضروري تلقى شي مغربي هنا ولا شي جزائري، ما حيداش الطبيب هاني ما تلاقيش مع شي واحد هنايا غادي نحاول نهضر معاه. حيت البلاصه اللي هاد البلاصه اللي فيها انا دابا كانوا كيجيو كانوا كيصيفطوا لها لنورد افريكا بزاف، كانوا كيصيفطوا للشمال هنايا. الله يسهل على الجميع الحراقة اخوتي، ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل لكم. حتى حاجه ما صعيبه، حتى حاجه مو مستحيله، بدنا ديما نشكر على الله. وخطيكم من المفشلين، خطيكم هضرش بنادم طلع شوف جرب نتومك شوفك. حنا ملي طلعنا هنا انا ما عارفين والو، معنا على مولانا كنا غادي نمشيو غادي نسيو شداتي هذيك ما شداتش، طلعنا شفنا ريحنا. ونوصيكم اخوتي بنادم ما يزربش، غير باش حطيتي في اسطنبول ولا شي بلاصه اللي غتحرق منا ادرنا ولا شي بلاصه ما تزربش، ديما تما ريح، شوف السوق، سول من البعيد، سمع هما هذوك اللي يقول لك. المهم اخوتي اللي غيمشي من ادرنا اخوتي ما عندكم ديروا بحراك. هاد اللعيبه ديما تنقولها هنايا باش نعاودها، هنايا واحد القصر، هذا القصر عندهم هنايا قصر ماشي كنيسة. انا حطيت على السيف اللي عندي ما طويلاش على بالكم، خاصني نشري اخوتي مازال انا دورنا ورا ان شاء الله غنشري شي كاميرا مزيانه شي جوبرو مزيانه وغادي نصور لخوتي. كاين السينيماتيك وغنسلي لكم الغلمان كامله من الشمال حتى للجنوب والتيرانات، كاين دورتموند ودورتموت وكلشي. ما درتش على السيلفه هذه ما طويلاش بزاف، كان طويله غادي نبين لكم العلوم مزيان، ولكن هانيه. المهم ونستركلو حنايا ونشوفو الدورو معانا. انا في مدينه قديمه دابا ديال فينزن شمال المانيا قريبه لهامبورغ، ما بعيده على هامبورغ واحد نص ساعه في التران تراك في هامبورغ. وهذا هامبورغ ان شاء الله غادي نمشي لها وندير لكم تما، كاينه المرسى وكاينه كاين البحر، الحوت تما تبارك الله واش تما الحوت تما فابور والله العظيم. دابا غادي نمشي دار اليوم الخميس، اذا راه كيبقاو حالين حتى الخمسه السته غادي نمشي وختي لدابا نحصلها، هما حد باقي ما مازال ما بانو، نشوفو لافير كي دايره. المهم شحال بيني وبين شحال ما جيت لهاد المدينة هادي راه عندي مدة، ولكن متنساش الطرقان، الطرقان اللي جيت منهم انا متنساهمش.
ويجي واحد ويكتب لك انت غير سامع، انت ما بينك وبين الطوقان والو الخير والاحسان. سير اصاحبي الطريق اللي تندوزو منه ما تنساوهاش، حنا عشيري راه ما سامعينش. صافي راه قلنا لك راك غتلقى جبل، غتلقى جبل، غتلقى قنطرة، غتلقى قنطرة. صافي ما تبقاش هذا ما خويا الله يهديه، ما عرفتش كاين شي واحد هنا صاحبي ما باغيش ما كيفوش الكوزينه ديالو، يجي هنايا و تيبغي يفشل عباد الله، باغي تطلع دبر على راسي. يلاه خويا دير لهم افونير في البيت غادي يبقى. دابا هاد اللعيبة هادي ضروري تلقاو عندها شي، المهم هادي عندها شي معنى هادي ضروري. فلاح فلاح هذا بالي هاز زراط وهذا شي. المهم انا قررت الاداره خوشي، وراكم عارفين في الالمان هنا يتصور شي اداره يشدوك ما عاودش ليكم اخوشي، فدوز حبس يتخلص الشرافه. الشرافه هي بروسي. والله يا خويا غادي ندخل نقضي الغرض ديالي، كي نخرج خصني نمشي نشرب قهوه ضروري نشرب قهوه، اليوم ما شربتش قهوه راني مبرمج شويه، ضروري نمشي نلوح على شي قهوه وكنخرج عاوتاني. خصني ضروري نمشي نخرج من نكمل هذوك الوراق نشربو شي قهوة ونتغداو. هانتوما خوت هادي زوينة هنايا. الو اي بارك طبيعة الناس مالية في الطبيعة ديالو، لكن واحد الواد تما يبان ليكم واقعية شايفة ليكم ولا لا. المهم خوت انا قربش وهذه غادي راه الكوميساريه، انا الكوميساريه وحده الاداره غادي فهمتي، تما تدخل يجرو معاك التليفون ولا معاك مشاكل. المهم بقاو معايا خوتي، غادي ندخل نقضي الغراض ونخرج ان شاء الله ونكمل لكم الفلوق. يلاه تبارك الله عليكم.